و25 نقطة 100 هتبقى كام؟ 125 بالظبط كده. و95 110 لا 120 95 و25 120. طيب السؤال الأول هيبقى سؤال عائلي. برافو عليكو. بص يا سارة تيجي كده عشان منا ما تقراش انت بتكتبي ايه، وعشان عبد الله ما يعرفش انت بتكتبي ايه. تمام، انا هاخد الاجابه من منا وعبد الله، والاجابه هتبقى مكتوبه من ساره وسندس. السؤال الاول معلومات عائليه. ايه اكتر اغنيه وفيلم ومسرحيه منا بتحبهم وعبد الله بيحبهم؟ التلاتة، أغنية وفيلم ومسرحية. على مهلك اكتبي، على مهلك مش مشكلة، الوقت مش مشكلة. انت خلصتي؟ سلام ماشي. انا خدت الإجابة من سارة وخدت الإجابة من سندس. منا الأغنية الأول. أنا بحب كل أغاني عمرو دياب، يعني ما عنديش أغنية معينة بحبها، يعني أنا بحب كل أغانيه. أنا كيف بقول حاجة عمرو دياب؟ أي حاجة لعمرو دياب. أي حاجة لعمرو دياب. موافق. تمام؟ موافق. إيه بقى تاني حاجة؟ المسرحية؟ المسرحية. أنا ما بتفرجش على مسرحيات، بس يعني لازم لازم واحدة. هي كتبت مسرحية. إيه العيال كبرت. ماشي. ماشي. عد. الفيلم بقى. الفيلم بقى. عسل أسود طبعًا. الحقيقة التلات إجابات صح. ما أقدرش أتكلم. الحقيقة الثلاث إجابة. عارف أختك كويس. برافو عليك. تعالوا بقى نشوف أخبار عبد الله إيه. عبد الله قول لي المسرحية. ممكن وجهة نظر. وجهة نظر لمحمد صبحي، بس أختك رأيها سك على بناتك. طيب والأغنية؟ أي حاجة لأحمد مكي. لأحمد مكي أغلى من اللي قوت لمين؟ هحسبها لك صح. والحاجة التالتة؟ الفيلم مراتي وزوجتي. أختك بقى للأسف الشديد مراتي وزوجتي دي ما عداش على بالها، ما كتبتوش. بس أنا عايز أسألكوا على، معلش يعني إيه الخط ده بقى؟ أنتوا الاتنين بقى معلولك ما تفرقش. أنتوا الاتنين بقى شكلكم كده عايزين تطلعوا دكاترة وتكتبوا روشتات. بالظبط كده. يبقى كده هنقدر نحسب هدف لسارة وهارد لك يا سندس. هارد لك، اتفضلي.